أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر عندما يقررهم ذنوبهم، أم أنهم لا يرونه إلا عند دخول الجنة؟ شيخ الإسلام كما تعرفون في الواسطية يقول يرونه وهم في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة، يعني يرونه في موقفين، في العرصات يعني في ساحة القيامة والمحشر، ويرونه في الجنة. نعم.